يساهم هذا البرنامج في رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، حيث يعد أمرا مهما ومتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للتحول الوطني. برنامج أداء الصحة هو أحد البرامج التي بنتها وزارة الصحة في الفترة الأخيرة على مدى الأعوام السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة. ابتدأ البرنامج بتحسين تجربة المريض في 2015، ثم مر بمرحلة الانطلاقة لبرنامج أداء الصحة في 2016 ومتواصل في 2017، وبإذن الله يتواصل السنوات القادمة. هدفه الأساسي من مسماه هو تحسين الأداء الذي نقدم من خلال الخدمات الصحية للمستفيدين من مرضى أو المراجعين معهم من ذويهم. يتم تطبيق مؤشرات لقياس أداء المستشفيات كالطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعناية المركزة والأشعة والمختبرات. كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء. طبعا برنامج أداء الصحة انتقل من البداية في حوالي 30 مستشفى إلى اليوم 70 مستشفى على مختلف مناطق المملكة. من بين هذه 70 مستشفى 9 مستشفيات لأول مرة تشملها برامج متخصصة جدا في الجودة، هي مستشفيات الصحة النفسية، وهي تعتبر قفزة حقيقة أيضا نوعية في نوعية التخصصات اللي أضيفت للبرنامج. فاليوم احنا نتكلم عن 70 مستشفى، هي تعتبر الرئيسية في المملكة من حيث سعة السرير وعدد الحالات اللي تراجعها، فهي تقريبا تخدم الشريحة الأكبر من المستفيدين من خدمات وزارة الصحة في المستشفيات حاليا. أي عملية يتم فيها تقديم الخدمة وإن واصلنا فيها تحسين الجودة قد يقع خلل، الخلل هذا له مقياس معين، الحيود فيه مثل حالة لها موعد ويكون فيها خلل معين مثلا أو تلغى أو تختلف فيها المواعيد عن اللي أعطي عليها. أول شيء المريض أتاحت وزارة الصحة عدة قنوات للتواصل، من أهم قنوات التواصل وأيسرها هي الاتصال على رقم موحد يعمل على مدار الساعة 24 ساعة 7 أيام على مدار السنة 937. يتشرف زملائي في هذا الرقم أنهم يتلقون الاتصال، يقدمون يستمعون من المتصل على مشكلته، يقومون بمحاولة مساعدته وفتح إعطائه معاملة برقم ولها متابعة ويحلونها له بأسرع وقت ممكن ويعالجونها له. أظهرت الإحصائيات تحسنا كبيرا في التعاطي مع الحالات والاستجابة لها، وقد أثمر هذا البرنامج في تحسن أداء الكوادر الصحية والتعاونات المشتركة في المستشفيات لخدمة المرضى. عبد المحسن التميمي لبرنامج أهلا الرياض.